ما تطلع علي نظرة الشفقة إن يا حرام خسر رجله، لا خسرت رجلي بس كسبت الجبال وكسبت حبي للرياضة وحبي للتسلق الجبال. بعد ما خسرت رجلي بلشت بتسلق الجبال حتى أوصل رسالتي للعالم إنه جراح إنسان قادر على تقديم الأفضل دائما. حبيت أثبت للناس إنه كل إنسان قادر على تحقيق المستحيل بطرف أو بدون طرف. الرياضة زي هاي الرياضة بدها رجلين، بدها إيدين، بدها كل جسمك يكون متكامل حتى تقدر تمارسها بشكل مناسب. لكن كسرت هالقاعدة زي ما في كثير ناس بالعالم كسروا هاي القاعدة. حبيت أكون الشاب العربي اللي بكسر هاي القاعدة وبتسلق نوعين من التسلق. أنا بتسلق روك كلايمينج، بتسلق ماونتين كلايمينج. آخر رحلة كانت إلي لجبل أرارات على قمة بتركيا والحمد لله تكللت بالنجاح. أول قمة كانت جبال أم الدامي، كانت صراحة شوي صعبة مع أنها مش قمة كثير عالية، 1500 متر تقريبا. لكن هو بحس دائما الإيمان بحالك وإيمانك جوا عقلك، كيف أنت حاب تعمل هذا الشيء ولا مو حابه. إذا مو حابه لو تجتمع الدنيا كلها تحببك فيه ما راح تقدر. لكن صراحة أنا كان عندي حب للموضوع فكنت فضولي، فكنت يلا بدي أطلع. أوكي متعب، إجري انصابت، إجري انجرحت من هون، صار في تعب، جسم كليته عم يتعب، عضلاته عم تتعب، يعني مش متعود على هاي الرياضة أبدا، طالع من فترة علاج كثير طويلة. لكن الحمد لله بعد فترة خلص صار الموضوع إدمان. شعوري وأنا بتسلق صراحة من أجمل الشعور في العالم. تحس بالفريدوم، تحس بهيك بانتعاش وأنت عم تتسلق، تكون عم بتجهز. واو صراحة لما تكون على الحيط بتنسى الماضي وتنسى الحاضر، بس بتفكر كيف بدي أتسلق هذا الحيط، كيف بدي أنهي المهمة اللي أنا عم بقوم فيها.